أكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لمحادثات خروج بريطانيا المقرر بدءها في 19 يونيو الجاري. من جانبه أعرب مفوض التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان خلال مؤتمر صحفي أعرب عن أمله في الالتزام بالجدول الزمني المحدد. هذا وقالت الحكومة البريطانية إن نتيجة الانتخابات لن تغير خطتها بشأن الجدول الزمني لمفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.